كيفية الدخول إلى صفحة الأدوات والتعامل معها في نظام إدارة التعلم Blackboard. يوفر نظام إدارة التعلم Blackboard العديد من الأدوات والخدمات لكل مقرر دراسي، ويمكنك الوصول إلى هذه الأدوات لأي مقرر والتعامل معها عن طريق الخطوات التالية. قم باختيار إحدى المقررات من قائمة المقررات في الصفحة الرئيسية. ستظهر صفحة المقرر، ومن ثم يتم اختيار الأدوات من محتويات قائمة المقرر الرئيسية يمين الشاشة. عند فتح الصفحة الخاصة بأدوات المقرر، تظهر لك العديد من الأدوات من فصول افتراضية ومنتديات وإعلانات وغيرها من الخدمات التي تسهل عملية التعلم عن بعد من خلال نظام إدارة التعلم Blackboard للطلاب، ومن خلال الضغط على الزر الذي يوجد بجانب كل أداة يمكنك التحكم في ظهور هذه الأداة للطلاب من عدمها.